يلا يلا بينا، يلا لينكس ترامب، يلا لينكس ترامب، يلا يلا يا نهاري يلا يا خبر اسود، هتنحى بالنار. قلت لك ما تعترفش بضم الضفة الغربية، طلعت راجل غبي. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معكم احمد البنا من قناه مستر بنا، والنهارده ان شاء الله موعدنا مع تجربه لعبه جديده من العابنا، وهي لعبه مستر بريزيدنت او السيد الرئيس. دورنا في اللعبه دي حمايه السيد دونالد ترامب من محاولات الاغتيال العديده اللي هيتعرض ليها. احنا طبعا حرس الرئيس، وما انتوا عارفين طبعا حرس الرئيس بيكون دايما جسمه رشيق كده زينا، وبيكونوا دايما لابسين النضاره السوداء دي، معرفش بيلبسوها ليه حراس الوزراء وحراس الرئيس، تمام يلبسوا البتاع دي كده. لكن طبعا انا لو هلبسها مش هشوف اي حاجه، والراس هتطخ بالنار، عشان كده لازم اقلع البتاع دي كده قبل ما اخش على اللعبه. وطبعا ما تنسوناش لو عجبتكم اللعبه دي لايك وسبسكرايب، اتمنى اسمع التعليقات بتاعتكم او الانتقادات بتاعتكم، عشان يعني نتطور قدام وايه ونحسن من نفسنا ونجرب لكم العاب تانيه حسب اختياركم. عشان ما نطولش كتير نخش على طول يا سيد طاطا. الرطاط على فكره مساعد المخابرات بتاعتي، يعني اللي هيقول لي نخش على اول مرحله. استر يا رب. يلا يلا يلا، هو ترامب واقف اهو، رافع ايده على المنصه، رافع ايده على المنصه. زقه زقه ترامب، زقه. الحمد لله الليزر عليه، الليزر عليه. الحمد لله الحمد لله، انقذنا ترامب من اول رصاصه كانت هتيجي فيه. الحمد لله. نخش على المرحله الثانيه وندوس رقم 2. يلا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، اجري على ترامب، نط عليه يا خبر اسود. ترامب طخ بالنار، طخ بالنار. تاخرنا احنا، نعمل تاني اعاده. خش عليه، خش على ترامب، اضرب زقه. حلو حلو انا اهو، يلا ماشي حلو. الرصاصه جت بعيد عنه، الحمد لله الحمد لله. انت قصه ترامب، قصه ترامب، الحمد لله. نخش على نمره 2. يلا يلا. ترامب اتنسف يا جدعان، ده رصاصة دي ولا صاروخ اللي دخلت فيه. نجرب تاني، نعمل ريبلاي. يلا يلا يلا، اجري يا ترامب اجري، يخرب بيت سنينك. طب اتحرك يا عم، انت مت مرتين. مرة تانية، مرة تانية، مرة تانية. واتش اوت، يا نهار اسوح، يمكن ما بيفهمش بالعربي، اكلمه بالانجليزي. واتش اوت مستر بريزيدنت، اجري، يخرب بيتك يا ترامب، اتضرب برضه بالنار. ايه مش عارفين ننقذك ولا ايه؟ ده انا وقعت انا كمان اتكعبلت. اخش تاني، طب اجرب كده الليزر اهو عليه اهو. يلا يا اتنزف تاني، يا حول الله يا رب. طب نجرب المره دي استراتيجيه جديده، نجرب كده ونشوف. يا فين ترامب؟ ترامب ترامب فين؟ حول الله يا رب اتنزف. شعره يلا لا لا لا، ما ينفعش برضه، ما ينفعش. يلا جت فيه برضو، انا بطير. يلا اهو 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 اهو، شمط واحدة بتتكلم. يلا ايه الحكاية، مش معقولة كده. حلوة حلوة، ما جتش فيه اهو. يلا ترامب اهو، الحاج ترامب، الحاج ترامب حبيبي، خش يخرب بيتك انا وقعت فيك. قوم يا ترامب. الحمد لله ترامب، الحمد لله هو صحيح صاحي ولسه بحاله اهو، وبيرفع ايده للجمهور. يلا هو فين ترامب ورا البتاع دي؟ يا خبر اسوح، يلا يلا نسب برضه. يلا حلوه 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 حلوه، ماشي ادي ترامب اهو، الحمد لله الحمد لله ترامب ما ماتش. نخش على المرحله اللي بعد كده، وبكده احنا الحمد لله عدينا اول مرحله، انقذنا ترامب من مرحله كانت صعبه عليه. ما تنسوناش طبعا لو عجبتكم المرحله الاولانيه دي طبعا لايك وسبسكرايب. نكمل مرحله ثانيه ونشوف، نكمل مرحله ثانيه ونشوف مراحل صعبه، ونشوف مرحله ايدي بقى فين. يلا ترامب يا ترامب على المنصه، ترامب على المنصه. يلا يا ترامب، الحمد لله لطشته كتف قبل ما كان يتضرب بالنار. هو راح فين؟ ده بيقول لي ار ليه؟ هو مات ولا ايه؟ حول الله يا رب، يكون الكتف بتاعك هو ولا حاجه وقعه جاب اجله. نشوف تاني. ها؟ يلا اهو زقيته اهو،
زقيته. ايوه كده، ايوه كده، عديته اهو لسه. صح الراجل اهو شاور. فين يا راجل اهبل اهو، الجمهور ورا اهو، عاطي قفله للجمهور مش عارف. تمام هنشوف كده ينزل. يلا ده انا اتكعورت. الحق الحق، قوم بسرعه، قوم يا انا، ده وقتك عوره، الراجل هيضرب بالنار، خرب بيت اهلي. قوم يا انا، قوم اجري عليه، اجري يلا مفيش وقت. يا لهوي يا حول الله، اتنسف اتنسف ترامب، اتنسف، خد الشر وراح. يلا تتعود مرة تانية روحك الغالية دي يا عم ترامب. نشوف، يلا اتكعورت تاني برضه البتاع دي، مش عارف يقوم ولا ايه. يلا 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 اتكعورت، وقت كعورة. لا اقوم، قوم بسرعة، قوم يلا. حلوة حلوة، زقت ترامب زقة اهو، بس سليم اهو، سليم اهو. بص على الجمهور يا ترامب، بص يا بص يا جو، بص يا عم هنا يا عم، بدل ما وقعك. يلا عدى اضربه القفاه. ها الحمد لله. وراح فين؟ ايه ده اتنسف ازاي ده؟ يلا ايه ده كله ده؟ انا اجري انا في حياتي احسن. في ضرب نار يا جدعان. يلا لا لا خدوا كده، ايوه خليك كده عليه، كده خليك كده عليه، في ضرب نار. ترامب ترامب يخرب بيت سن... طب اعمل له ايه؟ فين اللي بيضرب ده؟ فين اللي بيضرب نار؟ مش عارف انا. كانت في قنبله نازله، دي انابل دي ولا ايه؟ اه طب انا مش كده امشي. ايوه خليك كده، إيه؟ دي انابل. طب اعمل لك ازاي بقى؟ اعمل لك ارميك تحت، ارميك على الجمهور تحت ولا ايه؟ ادي ترامب هو ماشي، هو لا كان في حاجه، راح فين ده مش عارف، بس الحمد لله عدينا المرحله. نخش تاني، فين بقى عم ترامب؟ هو نروح هنا. السي السي يا عم السي، خرب بيت سي، ضرب بالنار خلاص. يلا لا 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 يا حول الله يا رب. خش بقى بتاع الزرقاء دي. طب اجرب تاني. اجرب تاني. هو ورد بتاع الزرقاء دي صح؟ بتضرب برضو؟ معرفش. عمال يموت. ايه ما تضربش؟ عمال يموت. ايه ما تضربش؟ يا راجل. الضربة جت فيك. ما تضربش. ما تضربش الحمد لله. طب الحمد لله. مية مية. شوف اللي بعده. يلا فلوس. ايه الفلوس دي كلها؟ ايه الفلوس دي؟ كل دي فلوس يا ترامب؟ ده انت تستحق الموت يا عم، ولا جاز الفلوس دي سايبها لي انا؟ ده مليان فلوس المعلم، فلوس عماله تقع في بقه. طب نخش تاني ونشوف. يلا يلا بينا. يلا 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 الوقت 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 الوقت. يلا حلوه، انقذتك يا ترامب مع ان فلوسك كتيره، المفروض تحذف عليها شويه فلوس من اللي عندك دي كده يا اخي. ها فين ام الفلوس دي؟ بتوديها فين؟ عمال تبلع في فلوس نازله ببقك دي. يلا نجيب تاني، عدينا تاني مرحله، نخش على تالت مرحله ونشوف. ربنا يستر يا طاطا، قاعدين شغالين احنا ولا ايه؟ اكيد تالت مرحله دي صعبه، محتاجه الواحد ايه يلبس لها النضاره. ربنا يستر بقى ايه، احمي الريس وانا لابس النضاره. لما نشوف، اشوف انا اهو، اشوف اشوف اشوف. يا خبر اسود، يلا 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 يلا. يلا ياه، ما طبعا يعني انت عايز بعد ده كله وبعد الحاجات دي كلها ما يموتش.
يا حول الله يا رب. يلا يا عم ترم، يلا يا عم الحارس، يلا. نسف برضه، نسف. انا الصراحه كتير. يلا ده ايه ده؟ دول بيضربوه في 3 ثواني. يستحق الموت صح؟ هو راجل نحس، نعمل له ايه؟ هيتضرب. لا 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 اجري، يلا اهو قربنا عليه اهو. والله اهو دول شلموا شعره. يلا بقى، يلا. يا قلت انا قلت الطلقه جت فيا انا. طب انا لو خدتها من تحت كده يا اتنزل بقى. يو ساك يا جاكاس. اعتقد انا زهقت فيه بقى. الراجل ده يستحق الموت يا جدعان. نحس منحسه مع امه، فخليه كده ايه زي ما هو يموت. هنعمل ايه بس؟ إذا عجبتكم الحلقة دي ما تنسوناش لايك وسبسكرايب. أتمنى أننا نسمع تعليقاتكم، وأتمنى تكون اللعبة عجبتكم. أوعى تطلع كده حراس فاشلة زينا كده. أشوفكم إن شاء الله على خير. يلا مع السلامة.